رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه أول ما نبدأ باسم الله صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا على ابن امينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه سيد النبي يشفع فينا قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه الله عليكم يعطيكم الصحة تريو سفر ومحظي معنا نهار اليوم مساء الخير عليكم اهلا ومرحبا بكم ولدكم بالصحة والهنا لقمان يسعد حميد مسلوب وخليل باتول ومنصف الكبيري كان في الإيقاع مرحبا بكم لجن عندكم ولا مولودكم بالصحة والهنا وبلال بلال نسيتك بلال تالمون دائما نشوفك نسيتك بلال مرحبا بكم لجن تريو سفر لكم حاضرين معنا نهار اليوم باش نحيو هذه السهرة هذه القاعدة زهو مرحلة حتكون سبيسيال معكم تما مستمعات ومستمعين نقول لكم مولودكم بالصحة والهنا الآن حتى السبعة ونص إن شاء الله راحين نحكي وراحين نقصر وراحين نسمعوا الابتهالات ونسمعوا إلى أناشيد مع تريو صفا اللي نرحبوا بهم ونحكي كذلك على عاداتنا في هذه الليلة المباركة عادات الجزائريين وعادات ناس بليدان نرحبوا بزاف بعمي يوسف وراقي مرحبا بك معنا عمي يوسف الله يسلمك ومرحبا بجماعة اللي هنا ويعطيكم الصحة على الأناشيد اللي راكم وصلتوها الله يخليك عمي يوسف ونرحبوا واحد واحد بلجان من أعضاء فرقة تريو صفا لقمان مرحبا بك معنا لقمان مرحبا بك خويا الياس ونشكرك على هذا الاستضافه الكريمه الله يخليك ومولودك بالصحه والهنا الله يخليك يا الله يخليك حميد مسلوب حميد مولودك بالصحه والهنا ويعطيك الصحه على قبول الدعوه يعطيكم الصحه على هذه الدعوه بارك الله فيكم وان شاء الله دائما فرحانين ان شاء الله ان شاء الله يا رب خليل باتول مرحبا بك معنا خليل الله يسلمك خويا الياس يعطيكم الصحه ليك ولكل اعضاء الله يخليك بالصحة والهنا شكرا, شكرا لك خويا العزيز منصف الكبيري مرحبا بك معنا منصف مولودك بالصحة والهنا الله يخليك شكرا لك وبلال مرحبا بك معنا بلال بلال محسن السلام عليكم صحة ميرسي بور الانفيتاسيون ويعطيك الصحة انت اللي جيتنا حاج وادك طمينا بلال اوا فور فوالا يعطيها الصحة منال اللي جابت لنا طمينا على كل حال رانا معكم كما قلنا لكم حتى لسبعة ونص كالعادة من خلال برنامج زهوة ومراحة فقط قبل ما نبداو هذه القاعدة فقط نقول بأن الجزائر فقدت نهار اليوم واحد من أبنائها حسين أيت أحمد اللي انتقل إلى ذمة الله نهار اليوم إن شاء الله ندعو له بالرحمة إن شاء الله وإن شاء الله يتغمد روحه إن شاء الله برحمته الواسعة يا رب إذا مرحبا بكم تم مستمعات ومستمعات تقدروا تواصلوا معنا كالعادة عن طريق أرقامنا الهاتفية 025 40 11 11 ولا 025 31 33 33 عم يوسف وش رايك زاد النبي وفرحنا به يا خويا بارك الله فيهم على كل حال فكرونا
في الايام اللي فاتوا. وهذا اليوم اليوم عظيم نتاع الزياده تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكاين واحد الاناشيد واحد الاغاني اللي لازم نسمعوها في هذا النهار يعني تطبع هذا النهار ولا بد تاعها نضربها وبقتها يعني كاين شي غنيات اللي يطبعوا تاع المولود النبوي في المناسبه نتاعو يلزمنا نسمعوها وماذا بينا نسمعوها مع عند الشباب الله يبارك لان نعرفهم ديجا في الاول نعرف واحد منهم مي بصح هذوما الله يبارك ما شاء الله فوالا وحنا رسالتنا ثاني نهار اليوم لكم ناس اللي يسمعوا فينا كاين بعض العادات السيئه في المجتمع نتاعنا ناس اللي تشري المحرق واللي تشعل بالك الشمع بلا ما تعرف وين تحطها يعني ردوا بالكم على كل حال وحاولوا باش تفادوا على كل حال الامور هذه هذه العادات الباليه على كل حال لازم نبدلوا بعض السلوكات في المجتمع نتاعنا هكا نعم. يوسف نعم هذه هي فوالا دونك لازم نحافظوا الدريليات الصغار اللي يشدوا الشمع في ديارهم قادرين يديروا دي ديكا كبار في قلب ديارهم فوالا ولو كان غجت برك في الشمع نشوفوا بلي كاين محارق ونشوفوا واحد الحاجات يعني تخلع على كل حال ايه هذيك هذيك ماشي لازمه خاش بكري كانوا يديروا محرقات ماشي محارق محرقات صغار غير ثماتيك يعني تضرب هذيك المتراب مي اليوم انا نشوف فيهم يرميو في وسط الغاشي وكاين شي نساء كاين شي رجال ناس كبار وكذا تخلعهم هذيك ماشي لازمه كاع فوالا هذيك انا ضد فوالا تريو صفا يعطيكم الصحه كل حال الحضور معنا لكم دايرين حاله كل حال وعبالي نسمعوا الانشوده نتاعكم لا يجوز بزاف عبر امواج اذاعه الوليده الجهويه وحتى في كل الاذاعات الوطنيه كل واحد كان جاز معايا من قبل اللي كان في فرقه انشاديه تلاقيتوا وجمعتكم هذه المجموعه ان جروب جديد في بلمسه نشوفوا لمسه نتاعكم جديده بنفس جديد يعني اعطيتوا الانشاد واحد الروح جديده يعطيكم الصحه على كل حال لو كان واحد فيكم يعرفنا شويه على الجروب هذا بالك ناس كاين اللي يسمعوكم ديجا من قبل حنا اول مره راكم حاضرين معنا اونك تريو صفا لو كان تعرفونا شويه على الجروب هذا يا. لقمان اختارتك المجموعه الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم فرقه تريو صفا ولا جروب جروب تريو صفا اللي هو متكون يعني تريو معناتها ثلاث افراد متكون من خليل وعبد الحميد والمتكلم لقمان يعني اعضاء الفرقه نبداو بخليل يعني خليل الله يبارك عنده حوالي 12 سنه في الانشاد وكان شارك في عده مهرجانات دوليه كبرى ومعه فرق يعني عديده عبد الحميد يعني كان مع خليل والمتحدث كنت نجي ليك كنت تقول لي كاش فرقه ولا كنت نقول لك يعني وحدي يعني دوك الحمد لله يسمع وكيفاش خممتوا جوستومون راكم ديروا فرقه من هذا النوع يعني جات هكذا كنتوا هدرتوا عليها ديجا من قبل هدرنا عليها هذه شوف النهار اللي هدرنا على الفرقه كانت يوم العيد نهار العيد صغير كنا نهار العيد صغير كنا هدرنا على الفرقه وقلنا نديروا فرقه يعني واش حبينا نعطوا لها يعني نعطوا لها طابع خاص طابع عالمي كما ماشي احنا حابين نروحوا العالميه وعلاش لا وانا حابين يعني انا حابين نخرجوا للانشاد من الروتين يراو فيها يعني دوك تشوف فرقه انشاديه تشوف بالك ثلاثه اللي ايقاعيين ولا 12 واحد في الفرقه انا حابين نعطوها لمسه شبابيه لمسه تكون عندها يعني اللي بها الشباب يقدروا يسمعونا الناس جور يقدروا يكونوا معنا في هذا الطابع ولا في هذا الاستراتيجي اللي انا حابين نروحوا به بالانشاد كيما راك شفت في الانشوده اللي سمعناها فيها طابع من فلامينكو طابع في يعني جديد راح نسمعوا على كل حال يعني عبال بيسمعوا المستمعات والمستمعين عبر امواج اذاعه البيده الجهويه ان شاء الله راح نسمعوها بعد قليل ان شاء الله مره واحده اخرى رساله الكامله من سمعوا فينا باش من فضلكم خلونا من المحارق والفشاء كما سموها هنا في بليده وردوا بالكم أكيد. لانه على بالنا في كل مره يصراو ديديكا ويصراو حوادث حنا بعد قليل راح نتصلوا بالحمايه المدنيه باش يعطيونا رساله تحسيسيه وان شاء الله لحد ساعه لم تسجل اي حوادث يا رب ونظن عام بعد عام المدينه بدات تنقص شويه هذه العاده هذه السيئه لا اليوم ما سمعناش يعني انا ديجا الحاله ظلامت وكذا قرب العشاء ما كانش لاحظنا الدوله راهي قايمه بشويه بس ناخر من العام اللي فات وحتى المواطن يعني حمله تحسيسيه والناس بدات تتوعى شويه ولكن ماشي ما نقولوش يعني تهنينا نهائيا من هذا الشيء ان شاء الله ما يصرى حتى شيء ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله ولكن بالنسبه للاعوام اللي فاتوا نقصت بالبزاف حيتاش كانوا السنه ما كانش اللي دخلوا بزاف واللي جابوا لهم سي جابوا لهم هكذا مهني مالفين 15 يوم قبل المولود النبوي يبداو الشاك وذوك البومبات وكذا اظن حتى تكره واش شنا
بالنسبه للعوامات اللي فاتوا السنه راهي مهمه. عم يوسف كان نرجع شويه عوام للور ونديروا مقارنه بالك بين المولود في هذاك الوقت ومولود في هذو الاعوام هذو. كاين ناس تقول لك راحت الريحه راحت البنه، هل كاين منه هذا الشيء ولا لا؟ كاين كاين يعني ما بين مولود النبوي تاع البارح وما بين مولود النبوي تاع اليوم كان فراق. يعني في البنه يعني مخصوصة في الملح شوية، خاش كانوا زمان قبل المولود النبوي الشريف يبدأوا 10 أيام و 15 يوم قبل باش يبدأوا يوجدوا في المنارات. المنارة ولات غايبة ولا ما نشوفوها؟ لا خلاص المنارة ما يعرفوا لهاش دروك بالك. المنارة الكبيرة والمنارة الصغيرة، المنارات الكبار هذوك نديروهم في المساجد والمنارات الصغار يتباعوا ونديروهم في قلب الديار. واللي كانوا يخدموهم العائله البليديه في الدار، يعني تنخدم المناره في الدار تنخدم باش مع الحر ماشي باش مع هدايا تاع الاخر، باش مع الحر باش تشد يخدموا بها باش تنخدم، تخدم باللوح والقصب ونديروا لها سويلفات الياسمين بالكاغط ونديكوريوها بالكاغط اون انيمينيوم كولوري يجي روج ويجي الاخر وكذا، ونديروا لها داخل القبيبات تاع الشمع باش ما يخدم باليد يذوب ويخدم باليد، ونديروا الشميعات يشعلوا. هذوك الكبار نعلقوهم في المساجد والصغار نديروهم في قلب الديار تاعنا، حتى الورد يتزين ثاني كان صاير داير بالورد سوالف الياسمين وكذا. ولكن تبدا الحفل تاع المولود النبوي من بعد المغرب، قبل المغرب يكون فيها في المساجد يكون فيها ذكر ونعم تسبيح ويكون فيها محاضرات. يعني كي نقول محاضرات يشغل خطبه دينيه على زياده الرسول صلى الله عليه وسلم، على السنه المحمديه، على السنه المحمديه فيها كذا. ولكن بعد صلاه المغرب ثم تبدا لانيماسيون مع لي جون برا دريريات وكذا، كانوا يدوروا بكري بالفنارات. الفنارات هما كيشغل تبجق تاع المعجون تاع الطوماطيش هذوك، كنا نغلفوهم فوالا ويديروا فيهم بكاغط كولوري ونثقبوهم ونديروا الشميعه الداخل ونديروها سلك ونجريو بها. كنا دراري هكذايا نجريو بها في وسط البلاد وكذا بلا طريوعيت. وفي الجاب في المساجد من بعد صلاه المغرب كاين الذكر وكاين الحزب، ما يخلاش حتى للعشاء حتى صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء باش يروحوا يكملوا المولود النبوي في بيوتهم. احنا باش يروحوا كاين هذاك الوقت اللي يدير طعام اللي يدير رشتة اللي يدير فهمت. ولكن كنا نذبحوا لهم السردوك العربي ماشي نشريوا الجاج تاع التريسيدي، يعني يكون مهم. ونديروها ثانيك مع الصباح، ثانيك نوجدوا الحمص والطمينة في الليل باش تصبح باردة، ومع الصباح خاطش يلزم كي تتربن تتربن باردة ما تتربنش سخونة. هذاك الوقت نحضروا لها الزبدة الحرة ونديروها شوية حسن الحر، نخليوها يذوب بالطبع ونفروا هذاك السميد اللي يكون محمص وسنيك التحميصة كي نخلطوه نخلطوه بمغرفة تاع الحطب يكون يعني كل حاجه ناتوريال لازم كل حاجه ناتوريال على نار قليله. يعني باش كيطيب هذاك يتحمص يجي حكيكري يعني دوري دور ان بلون كاسي. ثم غدوه من ذاك يبرد نفرغوه في الكاسرونه ونخلطوه مع حسن الحر والزبده الحره ماشي المارغارين وماشي الحسيله، صح نخلطوه مع الاخر ونخليوه من بعد كي نوسيوه كي يجبد روحه ما يكونش جاري شرورو وما يكونش يابس يكون موين باش كي نحطوه هذاك من بعد هو يشد روحه. نمشيو في تبيسيات تبيسيات صغار نعمرو فيهم وشين يكونوا بيان ليس يكونوا ليس هذيك الطمينه بعد ثم نديكوريوها يعني نزينوها بالقرفه فوالا. وكنا نديروا القرفه في الفنجال هكذايا ونديروا لها طوابح هكذايا، صح فهمتي كيف في الفنجان ودرا راك شهيتهم لي جان عمي يوسف ايه حبيت وهذيك الله رجعنا مع الصباح ايه مع الصباح تنحط مع حبيبات مثقبه اللي مخدومين في الدار ولا كاشي الله بغرير عمي البغرير هذاك البغرير ناكلوا في الحشا نعم تاع
تاع الصباح تيجري ونحط معاها طميمنه هذيك مع قهوه تاع حليب وطمينه ثانيه عندها معنى حليب يعني بالبقره ماشي حليب الشكايه حليب بالبقره وطمينه عندها معنى يعني تاع 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 المزيود يعني احنا المزيود هذيك هذيك المعنى تاعها يعني زياده الرسول صلى الله عليه وسلم احنا نصبحوا على الطمينه وشني نرونوها كما حضرنا في الليل بهذه الطريقه نحمصوها والصباح نرونوها وحتى المناره ثانيه عندها معنى يعني نور هو هدي يعني الانسانيه والبشريه النور تاع الرسول صلى الله عليه وسلم هذوك عليه يديروا لهم الشمع وكنا واحد الوقت حتى بلاصه التوت يعني علقوا فيها وحده مناره كبيره خدموها من العائله بليديه كل واحد باش يخدم الشابه وكاين اللي يبيع كل واحد داخل كوميرسيال يبيع كل واحد العائلة تخدم وتبيع واللي عنده حاجة شابة هي اللي تباع له فهمت كيف والحنة أنا أشوفه معنا اللي يعطيك صحة كل حال معنا خممتي في كلش طمينا والحنة وشمع جبتينا الحنة ثانية وحنيت يوم كامل مساء الخير عليكم الياس منصف ما كاش كيفاش دربك خويا دونك ما تقدر فوالا الياس مساء الخير مساء الخير لجان المحاضرين معنا مستمعينا الكرام عمي يوسف مساء الخير كل واحدة ويسمع فينا الله يسلمك كل واحدة ويسمع فينا نختتم الفرصة هذه السعيدة المناسبة العظيمة هي مناسبة المولد النبوي الشريف نحب كل واحد راه يسمع فينا في البليدة في الجزائر خاصة وكامل العالم الإسلامي نقول لكم كل عام وانتم بألف ألف خير وكل عام وانتم بصحتكم وبعافيتكم إن شاء الله بلا ما نساو إلياس أمهاتنا وأبائنا في دور العجزة ومرضانا ثاني وكل واحد ما قدرش يكون مع الأهل خاصة إلياس مثل هذه المناسبات اللي تخلينا نتفكروا بزاف أحبابنا ونتفكروا الأهل والأقارب نتاعنا وناس الغربة ثانيك ما نساوهم شرم معنا عبر الانترنت ثانيك نحيوهم ومحلها قاعدة هنايا عبر أمواج البليدة أفام ونزيدوا أشاك فوا نزيدوا الناس لما يتسمعوا فينا نقول لهم نبعثوا لهم رسالة الناس اللي راهم يبذروا الإسراف وثانيك اللاعب بالمفرقعات اللي راهو يسبب بزاف المشاكل ماذا بينا كل واحد راهو يسمع فينا نعيشوا هذه المناسبة كما تليق بهذا التاريخ بمقام الشخص حتى أنه إلياس كاين بعض الناس عندهم كما نقولوا حنايا الموفيس سوفينير كي يلحق المولود يقول لك انا صافي 3 ولا 4 ولا العام اللي فات ها واش صرا لي ماذا بينا مازالوش نشوفوا كما هذه الاشياء ان شاء الله يعطيك الصحه معنا يعطيك الصحه على الحنه الحنه كانت لازمه عمي يوسف ما شوفوا قال اليوم طمينه عجبتكم نيجان اه مليحه صحتكم ديروها في كيس انا القرفه لازم القرفه كفرتي القرفه واش خليك خليل كفرت اكيد ما نقدوش نشوفوا طمينه بلا قرفه على كل حال شبح الطمينه بالك ما يكونش عندك حلو الترك ما جوست هذوك ما يمكن ما يكونوش معليش بصح القرفه لازمه عمي يوسف ما نقدوش نشوفوها بلا طمينه بلا قرفه بيان سور طمينه بلا قرفه طمينه بلا قرفه كي لقمان بلا ستري وصفا كشغل لقمان بلا الإذاعة ولا بلا فرقة ولا هذا بلا إذاعة نورمال بلا إذاعة نجيب وحدة الله يسلمك لا 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 زميلنا إلياس وزملائنا كامل نقول لهم كل عام وانتم بخير وحنا هذه في الإذاعة كل واحد يكمل الزميل تاعو فوالا تريو صفا اليوم حاضرين معنا باش نكملوا كيما ياكلوا لجان ويكملوا الحنه ينحوا من يديهم وكذا نسمعوا الانشوده نتاعكم الاخره نتاعكم هي الاولى على كل حال هي الاولى وان شاء الله ماشي البدايه هي الاولى درنا لها فيديو تاعنا في اليوتيوب وان شاء الله خلاص بعد قليل راح نسمعوها معليش قولي حسن بعد قليل راح نسمعوها نكملوا برك ندرتشو ولا تحبوا تسمعونا تخدمونا حاجه هكذا على المباشر ماذا بينا الياس نقول لك برك انه العائلات الجزائريه كي تكون دير الحنه كيما نقولوا حنا التقدام يا درا شكون يعرف يقدم لهم ولا نقدم يلا عبد الحميد انا حميد يعني راني ندير الحنه دوكا لعمي يوسف شو منين شفتوا واقيل صار عليك يلا خاطرك عمي يوسف معليش نقدموا لعمي يوسف حاليا فوالا يا حميد قدم بسم الله بسم الله بسم الله بيك يبدا البادي وبيك يبدا البادي والصلاة على سيدنا نبي المحمدي
نبي المحمدي. اي في وسطنا ينفهم ما عندهاش لافوا وحنا في تبسيل بلان وحنا في تبسيل بلان يربطها عمي يوسف وصلت على النبي المختار. يعطيك الصحة. خطيني يعطيك الصحة. شكرا لك. بارك الله فيكم. مع كل حال تريو صفا لكم حاضرين معنا نهار اليوم. ليجا انتم سقسيكم سقسيت عمي يوسف شوية على المولود زمان. انتم رانا من لاجينياسيون تاع نهار اليوم. احكي على واحد الحاجة باهي تشفاو عليها. البايت تاع طوماطيش كذا وش البازوكا هذه لا لا هذو كاين حاجه تاع كل حال مولوش كاينين خويا الياس باش نكون باش نحطوها في الصوره صح. احنا جزنا على هذه المرحله حميده ومحرر جيتها جيتها ل 80 تعرف جزنا على المرحله هذه شويه كيما لقمان وكذا ماشي لقمان لقمان جيت على ماشي ما نجي لهذا جيت على بوكا احنا نتما تمام باش قلت لك حنايا في الجيل جيل تاع 80 كانت عندنا الفرصة وين لعبنا بالفنون التقليدية هذو صوالح اللي اخترعوهم احنايا فايزون كيما البوطة تاع الطوماطيش بوطة بازوكا هكذا بازوكا تاع الكربيل هذي راهم يعرفوها تاع سورتو هنا ماش كان البازوكا في الوقت انقرضت ماش استعملوها لأنه علاه كان في واحد الوقت كنا هذا الكربيل المادة تاع الكربيل هذي الكربون حنا نقولوا له الكربيل صح عمي يوسف هو يعرف ايش معناها الكربيل فوالا في كل جهه بالك باش يعيطوا له ايه دوك تقول مقارون تقول مقيرينه تقول احنا قلنا كربيل فوالا انا نجيب سيستم تاع عمي يوسف صح خدمنا البون طرطايقه هم يعرفوها بون كل حال حنا هذو ماشي باش نحكوا كاين حاجه فيهم كاين حاجه اللي فيهم ديكات ماذا بينا ما يسمح ليش خويا يوسف حميد كان كاين واحد العاده تاع بوشيخه بوشيخة على كل حكي لنا علاش يا عمي يوسف الديار بالهذاك بوشيخة يلبس قشابة اكزاكتلي هذه عادة مليحة في وسط الدار هكا عمي بن يوسف بوشيخة خذاها الحال عمي يوسف حكي لنا شوية على بوشيخة على بوشيخة هي بوشيخة كانوا دي جون كنا صغار يعني من 6 سنين حتى الأطفال حتى العشر سنين هذا كنا نديروا جروب تاع 6-7 من الناس ولا وشاف تاعنا دائما هو اللي قلنا هو اللي يخير شكون اللي يدير بوشيخه لبسوا له القشابه هذيك لبسوا له بالمقلوبه بالقرمونات واللي لورا باش نشدوهم لورا كنا ندخلوا ندققوا في الديار هي تنشق الباب وحنا نزدمو استاذ ما نستناوش جوجو صح كلمه جوجو ما نستناوهاش غير تنشق الباب ندخلوا هذا مولود النبي صلى الله عليه وسلم وسلك في السماء نصدمو للسقيفه من السقيفه نصدمو على دخلنا السقيفه خلاص انا ضمنا لبوشيخه نكملوها في وسط الدار في وسط الدار انا ثم ديك القناه هذا مولود النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بوشيخه خذاها الحال كي توصل بوشيخه بوشيخه يتكور ثم يعطيها بكرون بايصه اه يتكسر ثم ديك وثم ديك بوشيخه خذاها الحال بخروا له بالحال حال يما يما فهمت كيفاه ومن بعد فوالا ومن بعد باش كي نكملوا صلى الله عليه وسلم باش ينوض هذوك مانين الدار ديفا اللي كان الدار فيها الجيران كل بيت تعطينا نصيبنا نصيبهم ولا ماكله ولا يعطونا شويه الشماع كانوا يعطونا الشماع وكان يعطونا صبرده واش يقولوا دار الخير ياكلوا البغرير كي نكملوا حنا يعطونا شفنا الدعوه متخشخه هذيك نكلها من دار الخير دار الخير دار الخير ياكلوا البغرير حتى للزنقه ياكلوا فين نوصل باب الدار ياكلوا البغرير ونخرجوا بعد اصلا وشطه وكيا حلطونا باش نحاسبوا سبحان الله هذيك هي قابرنا نحاسبوا نزيدوا الدار الاخرى ونزيدوا الدار الاخرى وبعد مع الله فار نروحوا نقسموا ايا شحال لقتنا شمع شحال لقتنا صبار نقسموا نصيب نصيب تاع الشمع قال تايا عندك 20 شمعه شعل ليك وتايا عندك 15 يا فهمت ولي دي بوشاخه زعما هو الريسك يدير كرون بايسا يدير ما ويدي ويدي بزياده ونقسموا ذاك النصيب اللي كتبوا ربي وكما واش يلعبوا هذا ما كاش ما كي يلعبوها ما احنا كنا نخدموا في الدويرات انا وليدي الدويرات وزايد في الدويرات ونخدم يعني ما احنا عمي يوسف احنا من عادتنا احنا كنا لقطوا سكوم
تعرف سكوم لي نوض سوفاج نوض على حاشيه تاع البستان لقطو سكوم ونديرو هكا نشبحو به كيما لما يديرو بابا نوال هذوك حنا كنا نستعملوه بطريقه اخرى نديرو فيه صندوق ونربطو فيه الورق تاع تاع هكذا تاع الحلوه وكاع ونديرو هكا شماعة تحتها نحطو كراسه ندورو ونغنو هذا مولود نبي اسمي وكنا نغنو بزاف كاين كاين هذه كاين خدمنا هذه يا بصح حامد خدمونا هذا بحقق مانيش حافظها شويه ها عم جا عمي يوسف جاب او جاب لي باتا وخالي فوالا ها هنا راهي عنده راهي عنده عمي يوسف فوالا محمد الحبيب صح في دواري عينك حلم غنجة شو شواتاته هذا من شاف النبي ورالي صفاته يا عائشة يا عائشة نقايشة نقايشة يا شيبت محمى محمى شيسة نحذاها نحذاها وشيخة ظهر الحل فخلوا بالحل يما يما حمراء يا حجاج بيت الله ما شفتو رسول الله شفنا ورينا في مكة خلينا يتوضى ويصلي ويقرأ في كتاب الله 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 جابت هاي هاي هذه هي هذه هي ولينا واحد 15 سنه لور عمي يوسف حاجه حره هذه ناتشورال هذه علقتني جات على الفخه ماشي كوكوت مينيت ايه ها حاجه اوريجينال يعطيكم الصحه كل هذا ليجون نتوما مستمعاتنا ومستمعات غدو تتصلوا بنا على ارقام الهاتف نتاعنا 0524 40 11 ولا 0524 31 33 33 الان حان موعد اذان صلاه العشاء ليرفع الان حسب التوقيت المحلي لمدينه البليده وما جاورها فلنستمع لصوت المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. 10 دقائق تمر بعد السابعة. عمزنا دائما متواصلين وإياكم من خلال هذه القاعدة في ليلة الاحتفال بمولد النبوي الشريف. للأسف لحقنا للتو اتصال من عند مصالح الحماية المدنية لولاية البوليدة وين راي تقوم بتدخل في هذه الأثناء على مستوى حي مرمان. حريق كان أو هناك على مستوى إسطبل فتبن شعلت النار بسبب الأطفال اللي كانوا يلعبوا بالنار هناك بالشماع وبالفشاك والمفرقعات. دونك ردوا بالكم, هذا ثاني حريق من البارح للنهار اليوم. ردوا بالكم ثم ردوا بالكم من فضلكم, عسوا الأطفال نتاعكم خصوصا لأنه الطفل متهور ما يعرفش هذه الأمور. هذه رسالتنا لكم من فضلكم مستمعتنا ومستمعينا. بقنا بعض دقائق مع بعض إن شاء الله حتى للسبعة ونص في هذه القاعدة مع عمي يوسف وراقي وتريو سفر يوم حضرين معنا خليل حميد ولقمان وبيان سيغ بلال ومنصف. نسمو حاجة لجان, نسمو حاجة في هذه القاعدة هذه في هذه العشوة هذه في هذه الليلة المباركة. مرة واحدة أخرى نقول لكم مستمعاتنا ومستمعينا كل عام إن شاء الله وانتم بألف خير إن شاء الله, وكل عام الأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله. واجدين شباب نسمو حويجة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يا مولانا, الله يا مولانا, الله يا مولانا, الله الله يا الله مولانا, الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي, الله يا مولانا, الله الله يا الله مولانا, الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي, الله يا مولانا,
الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا علي ما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي باقي سبحانك يا إلهي جود عليا بك عمرت سواقي وانحلت في نوارك مرعية بك عمرت سواقي وانحلت في نوارك مرعية سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا والله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي وادق دق داني داني وادق دق داني داني وادق دق داني داني وادق دق داني داني وادق دق داني وادق دق داني داني وادق دق داني الله الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حدا ما يخفاك يا الواحد ربي برافو برافو يعطيكم صحة يوسف يعطيك صحة منال أنا عندكم بريون هذا اليوم في الأصوات يعطيك صحة بلال جسامو هذه اللمسة نتاعكم جديدة نشوفوا لا جيتار نشوفوا حاجة شبابية يعني جديدة اللي تقدر يعني تأثر في الشباب وحتى تطير الشباب يعني يسير يسير باسكو احنا أصلا المنطلق تاعنا كفرقة خممنا أنه ما نقعدوش ما نخلوش الإنشاد كما خليناه أنه لازمنا نعود ونطوروا فيه ونمتماشاو مع الشباب لأنه العصر اللي رانا فيه عصر السرعة عصر الانترنت عصر الفيسبوك عصر التكنولوجيا عصر التكنولوجيا الناس راهي تحوس جديد تحوس حاجة ريتميك تحوس حاجة اللي تخلي الميساج باش يوصل لك بطريقة ثقيلة انسان كتغني له بحاجة ثقيلة ولا كاين فئة تسمعك بصح لو كان نخدمه حاجة ريتميك حاجة نقولوا من ناحية الرومانسية نختاروا الألحان وزدنا ضفنا لها جيتارة ودرنا لها طبوع الناس تولي تسمعك والناس تحب جديد وإحنا الإنشاد أعطينا له طبعة جديدة والحمد لله غنينا بالإسبانية غنينا بالإنجليزية غنينا بالعربية وهذه فرصة لنا وفرصة للشباب اللي يسنا فينا والحمد لله النتيجة راهي قدامكم كاين رصيد كبير كاين صدى كبير في هذه الأنشودة ولم يخفى أنه ما تحدثناش كثير عن الأنشودة هذه كيفاش جات وكيفاش جسوم حكينا عليها بما انه ما بقناش بزاف وقت حكيونا شي على الانشوده راح نسمعوها على كل حال بعد قليل راح نسمعوها فوالا المنطلق تاع الانشوده انشوده من التراث يعني موسيقى تاعها تراثيه معروفه هنا في الجزائر الكلمات تختلف في اللغه الاسبانيه انا نكتب ولحن ولكن كاين كاتب احسن مني واللي هو اخي اسلوب قويدر هو يعني متمكن في اللغه الاسبانيه ساعدني بزاف كثير في الكلمات وفي اللغه الانجليزيه كاين عبد الرحمن عكروت راه ذكره على خير هذا منشد معروف على فوالا على الساحه الوطنيه منشد معروف يعني مخضرم يعطيه الصحه وكاين كلمات باللغه العربيه شاعر سوري واسمه عبد المعطي الدلاتي وشاعر هو يعني غناوا له كبار المنشدين بزاف منهم فهد الكبيسي يعني في المشرق كلمات رائعه وجميله خيرناها باللغه العربيه لا كنت انا اتصلت به وديت من عنده يعني الإذن انه ما شاء الله يعطيه الصحه بارك الله فيه والرول تاع الانجليزيه كان غناها الاخ خليل بون في الرول تاع اللغه العربيه
الشمال يعني الشعر تاع عبد المعطي بدلاتي لقمان اخ لقمان يعطيه الصحه ونحل له الكلمه لانه عنده حاجه حاب يضيفها. واش قلنا لقمان؟ لقمان نشكر واحد لواحد الشخص اللي هو يخلف شلحه اللي سجلنا عنده في استوديو ويعني دعمنا بكامل وش يقدر. وثان عبد الله عياد استوديو بروستار فوالا استوديو وخممت حتى في الفيديو كليب نحييكم ثاني في هذا الشيء فوالا. قبل ما ننساو ثاني في الفيديو كليب ايمن بن مشياره وخوه وائل هذا اللي درنا الفيديو كليب. شفت الفيديو كليب تقنيه عاليه هو اللي صور هو اللي دار المونتاج. هذا طفل في عمره 17 سنه فقط لقمان موهب. الاسم تاع الفرقه تاعكم تريو صفا. تريو صفا علاش بون تريو باسكو راكم ثلاثه في الفرقه بصح صفا علاش؟ في الحقيقه كانت فرقه كانت كاينة فرقة هنا في بليدة كانت اسمها فرقة الصفاء. فرقة الصفاء هذه للأسف ما كملتش المشوار تاعها على خاطرش لأسباب عديدة. من كاين بعض الأفراد اللي هاجروا للجزائر منهم أمين اللي راهو عايش في قطر وكاين واحد اللي راهو يخدم بعيد في بلاصة يعني تفتت الفرقة هذه يعني نوعا ما. بقى غير خالي بقيت غير خالي بقى غير خالي بقيت غير أنايا يعني خممت لو كان نعاود نلم أصلا ساعدنا هذا الاسم ساعدنا صح لانه الصفاء احنا صافيين الحمد لله باش تصيب ثلاثه متفاهمين تعرف بلي كاين صفاء كبير بيناتهم وان شاء الله يبقى هذا الصفاء بلا ما يتعاقب مالغريتو كاين الوان بيناتنا كاين الازرق الاخضر الاخضر هذاك هو الامتزاج هذاك هو الثراء وهذا هو السر تاع النجاح لانه حاليا في الانشاد واش نعرفوا على الفرق كاين فرق تختلف الاراء تختلف الاراء كيكون فرقه كبيره فيها سته ولا سبعه افراد يختلفوا والحمد لله احنا هذا الانسجام مازال كاين وان شاء الله يطول وتريو صافا ان شاء الله باذن الله يكون عندها صدى كبير في ان شاء الله العالميه باذن الله. الياس كنت تحدثت على التجديد في هذه الانشوده احنا ما يخفاكمش باللي في الجزائر عندها انتماء عربي اسلامي كما انه عندها انتماء اخر اللي هو انتماء البحر الابيض المتوسط. نعم. واذا لاحظنا انه هذا اللحن هذا سمعنا فلامينكو اللي هي من يعني من التراث البحر الابيض المتوسط الايطالي الاسباني يعني كاين ثراء في هذا التراث لذلك لمسنا لمسه تجديديه في شاركنا بها لا ماشي مسابقات ولكن شاركنا بها في حفلات بون تظاهرات ثقافيه عجبتهم خاصه بون في الجزائر حاجه جديده بالاسبانيه وكذا ومام المنشدين اللي نعرفوهم شكرونا قالوا يعطيكم الصحه وكاين ناس قالوا لنا احنا دوك نولوا نتبعوكم وليتونا انتم قدوه يعني وليتوا توصلوا الميساج شتى الوسائل ومام كاين اسبانيين عندي اصدقائي في الفيسبوك عجبتهم طريقه تاع العمل يعطيهم الصحه يعني هم يدعموا فينا حتى من الخارج دوك نتحدثوا عن المشاريع ان شاء الله المستقبليه اللي المشاريع واش راح يكون اسمح لي انا ناسين واحد نزيد نقاطعك انا ما نحبش شكون نفوت واحد الانسان اسمه بلال محسن بلال محسن هذا تاع فرقه لي خلويس بلال محسن اللي حاضر معنا مبدع متالق واش باه الفيديو واش باه الفيديو راه هنا ما تبكيش برك ما بلال جو سمحت انت هذه تجربه جديده لك انك تخدم في ان ستيل بالك واحد اخر اول مره يجي بلا جيتار نتاعك بون انا ديجا قبل ما يبدا لقمان مع تريو صفا كنت ديجا خدمت معاها وخدمنا معاها طلعنا ديسان هكذا في الاطلس كوم جروب هكا كنا لي خلويس يعني يخدم معاكم لكن يخدم معنا لقمان بالطريقه يعني الانشاد مودرن ومن بعد كي ولات ريو صفا شغل كان ليا الشرف كي عيطوا لي وقالوا لي شغل ولات تخدم معنا مام احنا عندنا الشرف كبير انه نتايا عزفتنا يعني ناس في الحقيقه في غيبتك خويا بلال شكرونا فيك انت غايب وشكرونا فيك قالوا لنا يعني لمسه هايله دخل معكم بلال خلويس وان شاء الله باذن الله ماشي غير بلال خلويس يعني كاين ناس بزاف حابه تشارك معنا شاركوا اونصوم ماذا بينا انا نخاطب لي خلويس يعطيهم الصحه صحه مي نقول لهم بلال ماشي غير ليكم ثاني التريو صح ولا لا جميل هذا التعاون هذا اللي بيناتكم صافي بليزير على كل حال لازم نحكوا عن مشروع تاع فرقه تريو صفا بون المشاريع الجايه ان شاء الله باذن الله احنا مش عنا حابسوا احنا ماناش حابسين باذن كي بديتوا لازم ما تحبسوش احنا ما نحبسوش ان شاء الله عندنا مشروع راه يطبع في خو عندنا مشروع ان شاء الله حنغنوا اغنيه وطنيه ان شاء الله وستيل تاعها
ارامبي يعني ماشي كيما غنينا بالفلامينكو دوك حنا خدموها ستيل دونزان ستيل ارامبي ان شاء الله في الغناء الملتزم ويبقى في الغناء الملتزم ونضيفوا لها ان شاء الله رابر ان شاء الله رانا حكينا معاه خلوه لكم مفاجأة ان شاء الله باش يدخل معنا في الاخر يدير معاه امتي رول وان شاء الله كاين مشاريع اخرى باذن الله ان شاء الله تشوفوا هذه المره اطلاله كبيره لاخ لقمان يعني هذه المره كان الرصيد كان من جهتي بزاف يعني باللغه الاسبانيه امي شكروا فيا انا بزاف خاطر انا غني صح المره الجايه لقمان حي كلاطيخ هذه المره لقمان هذه المره لقمان كانوا داروا لي دو موند هكا باش نقبلوا ندخلوا والمشروع والمشروع الثالث اللي راه جاي ان شاء الله ان شاء الله اطلاله اخرى الاخ خليل يعني راح يزيد يبرز ان شاء الله اكثر وان شاء الله باذن الله والالبوم جوستمون كوم كل بصح ما خممتوش يكون كاين انا البوم كاين جوستمون بهذا راح نديروا البوم ان شاء الله نديروا البوم ان شاء الله احنا كل حابدينها بسينجل لانه سينجل هو اللي يعرف بالفرقه موضه العصر والناس قاعد يقولوا لنا ديروا سينجل احنا نتو نسويفيوه بون احنا سينجل ما درناش هكذا في ام بي 3 وحده درنا له ان كليب يعني شوف ناس بارطاجي يقدروا يشوفوه في يشوفوا فيه يشوفوا فيه كامل ان شاء الله راح يجوز في الاذاعه الوطنيه بون كاع لي شان اللي نعرفون نعرفهم هنا في الجزائر وان شاء الله باذن الله ماشي هذه المره التاليه ان شاء الله والكليب حتى باش نكونوا نحطوه في الصوره يعني هذه بون ما تقدروش تشوفوه ولكن ديروا تريو صافا دير ادخل الباج تاعنا دير جامي يخرج وحنا حين بارطاجيو على كل حاجه في الباج تاع زهير الياس الشيء اللي عجبنينا في الكليب شفتوا انه كنتوا فيلميتوا البليده ويقدروا الناس يتعرفوا على البليده اماكن اللي سجلنا فيها كما بلاس توت توت حاجه مليحه الجي سونتر واللي يصور اللي يصور البليده هو المصور فيرار تحية لطيرة ثانية فوالا صافي بليزير يعطيكم الصحة اسمح لي حتى في الكليب شاركونا بزاف شرائح من المجتمع الجزائري شفنا أطفال ناس أطفال شادين لائحة تاع صلوا عليه ولا توارك وشاركوا معنا توارك فيزيتي ديون تاع الجامعات صافي بليزير صافي بليزير وهذه الرسالة حتى الرسالة المحمدية لكل البشري وحنا على هذا نحتفلوا نهار اليوم هذا بينا الناس نحتفل بكل المعاني ونذكركم مرة واحدة أخرى من فضلكم اتفادوا استعمال المفرط المفرقعات وحتى الشمع ردوا بالكم منهم لانه قبل قليل كان اتصلت بنا الحمايه المدنيه وكان شب حريق على مستوى مرمان في اسطبل بسبب تبن دونك ردوا بالكم حتى تحطوا الشمع بالك في لي بالكون كاين ناس بالك تنسى كاين لي زور لان ناشرين اي شيء تقدر لازم يردوا بالهم حريق دونك ردوا بالكم ثم ردوا بالكم ان شاء الله المولد النبوي تكون مناسبه باش يتلموا الاقارب الجيران والحباب وما تحلى لما غير بالاناشيد والاهاليل والابتهالات وثانيك البقاله اللي تكون دائما حاضره في اللمة الجزائريه والبوليديه وعمي يوسف اللي راح يتحف المستمعين الكرام ببقاله كل واحده ويسمع فينا عقدوا انتوما ونويو ويرافقوا بلال بلا جيتار بلا جيتار فوالا بلال يرافقوا بلا جيتار وعمي يوسف يعطينا بقاله حاجه دوس هكذا ايه عقدي نبدأ الجيتار عمي يوسف بسم الله بديت وعن النبي صليت ويا ربي كمل لي ما تمنيت اليوم لا ربعة يسافروا فيها الحجاج تهزوا رياح البحر وتقافلوا المواج نزور قبر النبي أنا ومن حبيت نزور قبر النبي مع أهلي وحبابي الحاضرين نزور قبر النبي حجة وبركاني إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة الله عليك ما ننساوش حجاجنا الميامين اللي راحوا العمرة عمرة المولد النبوي الشريف إن شاء الله يروحوا يولوا بخير والله يتقبل منهم إن شاء الله وإن شاء الله كل مؤمن إن شاء الله راح يعيش إن شاء الله هذا الشيء هذا وإن شاء الله راح يروح إلى البقاع المقدسة إن شاء الله يعطيك الصحة عمي يوسف على بالي اليوم كل واحد في الدار راهو داير أو كاين عشاء سبيسيال عمي يوسف بليده واش كاين واش حاجة تميز مقارنة لا 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 ما كاينش الرشتة جاب لي ربي البغري العيد رشيتها صح شختوخة عربي صح هذا كي يجي يطبق لي خاش شويه عصر شي كيما جا شتري سيدي البغري هذاك غاليه وبغير صح كاين اللي يكون حرف الجمل صح كاين اللي يديروا بغري عربي كيفاش واش الفرق بيناتهم؟ يعني بحرف الجمل يكون شويه خشيشن
وعربي يكون يعني وزني يكون مثقل مثقل بو خفيف يكون الطاجين نتاعو تاع الفخار ما يكونش تاع صح دي. صح باش وشني السمينه تاعو تكون خفيفه مي سامحني السميم دا هي صح. صح ما تكونش فيها الخيط الا كان فيها الخيط ما يطلعش ولا كانت ما فيهاش الخيط هو كي يضربوه يجي مهم باش كي يديروه بغري يجي مهم صح واللي صح. فيها الخيط تولي من المعيركات الله بعد ما كملو نطفيوه في الشربات تاعو شوية زبيدة وشوية شوية أحسن للحربة كان يديلو الزبيب كان يديلو لوز إفيلي يعني ديكور كل واحد دو ذوق تاعو كينا نشمخو هكذا ندردرو شوية لوز ولا جوز من الفوق مكسرات مكسرين هكذا شوية هكذا وندردروه ولا دلو لوبيستاش ماشي فندم فوالا قولي ما عندوش يدير الكاوكاو في دار ليجان دونك حنا عندنا دونك ليكا عندنا الرشتة كيما العادة رشتة بالدجاج فوالا وعندنا الاكسسوار ما نهضروش عليهم حنا كاين جيراننا سطايفيين بالمناسبة الآن حي تختو خلال علموا يما تختو هذاك اطفر اطفر يقولوا لها اطفر على كل حاجة يسموها هذا الطارع الثاني تاع الجزائر منطقة لمنطقة موروث نصيبوا اطباق اطباق خاصة وما نساوش كاين ناس محتاجين حيوا كامل لأنه كاين مجموعات وجمعية خيرية اللي ما نساوش الناس المحتاجين وفرحوهم يعني في هذه المناسبة ياس المولود نعرفوا ثانيك طهارة الأطفال اللي كل واحد طهر وليده ونقول له ألف مبروك فوالا كل عام ان شاء الله وانتم بخير مره واحده اخرى يعطيكم الصحه عمي يوسف بارك الله فيك الله يسلمك ربي يرزقنا ويرزقك وكامل المؤمنين ان شاء الله حجة ان شاء الله للجميع يعطيكم الصحه لجن تريو صافا بارك الله فيكم خليل حميد ولقمان بارك الله فيكم بلال ومنصف يعطيكم الصحه كل عام ان شاء الله وانتم بخير وحسازي توني تركي وخونا هارون ومنال يعطيك الصحه انت ثاني خليتك الله في امانه فوالا يعطيكم الصحه يلا نختموا ولدكم الصحه بهذه الاغنيه لتريو صافا نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق الى اللقاء في تمام الساعة 7:30 نطول الاتصال بزملاء من القناة ولا يوفينا في ثالث جريدة إخبارية النهار اليوم مولدكم بالصحة وهنا إلى اللقاء Son la luna, y las estrellas es la luz. Ay, 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 البداية بالعناوين. المجاهد المناضل حسين أيت أحمد في ذمة الله إثر مرض عضال وفي النشرة وقفات عند القيم التاريخية لأيت أحمد. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يجري حركة في سلك السفراء والقناصلة العامين والقناصلة. الوزير الأول عبد الملك سلال يشدد من معرض الإنتاج الجزائري على وجوب الدفع بالنوعية إلى مستويات عالية من الجودة تحضيرا للتصدير. الجزائريون يحيون الليل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والهلال الأحمر يعايش اللاجئين السوريين أجواء المولد. دوليا روسيا تنفي استخدام القنابل العنقودية في سوريا. نطلب من الله أن
يجعلهم مشاركين في السعي لأجل إيقاف النزيف وإيجاد السلم المدني. كان هذا إذن صوت المناضل المجاهد حسين أيت حمد الذي انتقل اليوم إلى رحمة الله بمستشفى لوزان بسويسرا عن عمر ناهز 89 سنة إثر مرض عضال. وعلى إثر هذا المصاب الجلل أصدرت جبهة القوى الاشتراكية بيانا أعلنت فيه وفاة القائد التاريخي ومؤسس ورئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين أيت حمد، أعربت فيه عن بالغ حسنها وأسها. نستمع الآن إلى السكرتير الأول الأسبق للأففاس.